معي من الولايات المتحدة الأمريكية معالي الأستاذ الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد. أهلا بك يا دكتور هشام. أهلا يا أستاذ أشرف، أهلا بحضرتك. يعني أنا هترك لحضرتك تشرح للمواطن المصري والعربي وكل مكان الحقيقة تأثيرات ملء إثيوبيا من جانب واحد دون اتفاق سد النهضة وتأثيره على الحياة وتأثيره على منسوب جريان المياه وتأثيره على السدود الموجودة والبحيرات الموجودة في مسار النيل الأزرق ونهر النيل. تفضل. تمام، ألف شكر أستاذ نشأت للاستضافة الكريمة، وتحياتي لحضرتك وتحياتي لجمهورك الكريم. يعني زي ما حضرتك تفضلت، احنا نشرنا البحث ده في مجلة ريموت سنسنج اللي هي تعتبر واحدة من التوب جورنال بيبرز او من المجلات الدورية العالمية على مستوى العالم اللي هي ليها ثقل علمي كبير. وزي ما حضرتك تفضلت كان في مجموعة كبيرة جدا من الباحثين تحت رئاستي، وتشرفت طبعا بالعمل مع معالي الوزير الدكتور عبد العاطي في هذا الصدد. زي ما حضرتك تفضلت، يمكن يكون الموضوع بيتم تناوله بشكل اعلامي ان احنا ايه المخاطر وايه الاخطار اللي موجوده على سد النهضه، ويمكن حضراتكم كنتوا بتسمعوا كتير في ان المفوض المصري كان دايما بيؤكد على موضوع الجفاف الممتد، الجفاف والجفاف الممتد، ودايما احنا كنا بنتكلم في النقطه ديت وبنقول احنا ليه مهتمين بالموضوع ده؟ ليه احنا بنقول ان ما ينفعش ان النهر بهذا الشكل ترانس باوندري او ان هو عابر للحدود ان انا اتعامل معاه بشكل احادي او بشكل انفرادي؟ لان الموضوع ده مش بيأثر عليا أنا فقط كدولة منشأ أو دولة منبع، ولكن بيؤثر على دول المصب في أثناء جريان النهر. خليني كده أعمل شيرنج مع سيادتك في بعض الشرايح العلمية اللي هي ممكن توضح الشكل العام. لو أنا وريت لحضرتك المنحنى الأزرق اللي قدام حضرتك ده عبارة عن كمية المية اللي جاية على النيل الأزرق من سنة 1900. إحنا هنا بنوري متسلسلة زمنية، بيانات شهرية، والبيانات ديت معلنة من أثيوبيا، يعني الكيرفات والديتا ديت احنا جايبينها من أثيوبيا مش جايبينها من عندنا، وديت اللي هي اللي بنقول عليها الانيوال ييلد، كمية المية اللي بتعبر او كمية المية اللي موجودة في النيل الأزرق. وحضرتك تلاقي ان في خط لونه اورنج مرسوم افقيا، وهذا الخط فيه اربع نقاط تحت هذا الخط في سنوات معينه 1913 1972 1984 و1987. هو ده كان تعريف اثيوبيا لما يعرف باسم الجفاف. يعني هم بصوا على المتسلسله الزمنيه ديت وقال لك احنا والله هنشوف اقل اربع نقاط على مدار ال100 سنه اللي فاتت، هم دول يبقوا النقاط اللي احنا هنعرف عندهم او اللي هنقول عندهم هو ده الجفاف او جفاف الممتد. وده طبعا تحليل يعني سطحي الى درجه عاليه جدا، وتحليل يفتقد الى المهنيه ويفتقد الى المرجعيه العلميه. طب انا ليه انا قلت الاربع نقط دولت فقط؟ ليه انا ما اخترتش اي نقط ثانيه منخفضه؟ زي ما حضرتك تفضلت النهارده سياده الرئيس كان بيتكلم في منتدى اسوان واتكلم على التغيرات المناخيه واتكلمنا على ظواهر مناخيه بتواجه العالم كله احنا شايفينها وعارفينها وحاسينها. يعني احنا مش بنتكلم في حاجه مش بتحصل، لا ده احنا معاصرين او شايفين او شاهدين على العصر في التغيرات المناخيه اللي بتحدث قدامنا دلوقتي. صحيح. فاحنا وجدنا ان في تحذيرات من سنه 2017 زي ما حضرتك شايف كده 2017 كلايمت هوم نيوز كانت بتتكلم على ان الدول الافريقيه لازم انها تبتدي تحضر نفسها او تتجهز لما يعرف باسم النينيو ايفنتس. دي ظاهره عالميه، كلمه النينيو دي ممكن تاخد مننا فتره طويله جدا عشان نشرحها، ولكن حضرتك ممكن نبسطها ان هي ظاهره عالميه بتؤثر في الدوره المائيه او في الجلوبال هيدرولوجيكال سايكل على مناطق مختلفه على العالم. يعني ايه؟ يعني بتاثر في امريكا وبتاثر في الصين وبتاثر في اسيا وبتاثر في افريقيا وبتاثر في كل حته في العالم. لو حضرتك بصيت على الكيرفات ديت هتلاقي في نقاط لونها اصفر ونقاط لونها اخضر. النقاط اللي لونها اخضر او الاماكن الخضراء ديت الاماكن اللي هي هتتاثر بشكل ايجابي مائي. يعني ايه؟ يعني ديت الاماكن اللي هيكون عليها كميه امطار عاليه نتيجه ظاهره النينيو. والاماكن الصفراء ديت عباره عن الاماكن اللي هتعاني من الجفاف او اللي هتعاني من تناقص في الموارد المياه. لو حضرتك جينا نبص كده على افريقيا، بص الشريط الاصفر ده اللي موجود تلاقيه ممتد فين؟ ماشي بالعرض كده معدي على السودان ولغايه معدي على الجنكشن او الحته او المكان الذي يتواجد فيه سد النهضة. تلاقي الحزام الافقي ده حزام اصفر، يعني حزام فيه جفاف. الكلام ده كلام موجود على الدومينز العالمية، يعني ده مش أنا اللي بقول أو اللي أنا بقترح، لا ده حاجة علمية مسلم بيها
من وكاله الفضاء الامريكيه، من وكاله من نوا اللي هي ناشونال اوشنوجرافي والاتموسفيريك ادمنستريشن اللي هي يعني زي الهيئه المنوطه بالتغيرات اللي في المحيطات وفي الجو او في المناخ او في الاتموسفير. وتلاقي في الجزء الاخر هنا على اثيوبيا اجزاء مطيره، معنى كده ان الجنوب الاثيوبي الجزء الشرقي اجزاء هيكون فيها امطار غزيره جدا، ولكن الجزء الغربي اللي فيه سد النهضه هيكون فيه جفاف عالي جدا. فاحنا قلنا الله، طب ما تيجي نبص على الكاتشمنت او نبص على المصيده المائيه اللي موجوده على كل نهر النيل. فاحنا رحنا باصين من اول دلتا مصر لغايه اثيوبيا، كل دول حوض النيل، كل النقاط اللي حضرتك شايفها ديت نقاط دخلت في الدراسه علشان انا اتاكد من كل العوامل المناخيه او العوامل المائيه اللي ممكن تؤثر على كميات المياه اللي هتيجي على مصر او على المنطقه ديت في افريقيا. لو حضرتك تفضلت وبصيت معايا في هذا المنحنى تلاقي ان انا عندي ثلاث الوان، عندي لون ازرق وعندي لون احمر وعندي لون اخضر. صحيح. الاحمر السودان، الاخضر مصر، الازرق اثيوبيا. وده المنحنيات اللي انا بوريها لحضرتك ديت منحنيات لاحد العوامل المائيه، حاجه بنسميها سويل مويستشر، يعني اللي هي ممكن حضرتك تقيسها ك ك ك ك كمعامل للامطار، يعني دي بتقول لك الامطار. لو بصيت معايا هنا ركزنا مع بعض شويه تلاقي ان في 2010 و2011 و2012 كانت الثلاث دول بتعاني من تناقص رهيب جدا. انا بوريك اوبزرفيشنز، يعني انا مش بتنبأ، انا مش ده واقع، ده حصل بالفعل. انا بوريك حاجات يعني الاخبار الصناعيه مش هتخطئ، يعني انا مش بحاول ان انا اظهر شيء. دي يا دكتور هشام، دي الفتره اللي هي دراي بيريود، الفتره اللي فيها جفاف. بس دي الفترة اللي هي كانت، بص امتى؟ كانت 2010 2011 و2012، باينة جدا. بعد كده دخلنا في منطقة مطيرة، مرحلة مطيرة، والمرحلة المطيرة دي بيتخللها بعض الدراوت سيزونز، يعني ممكن يبقى عندك ايه؟ يعني ممكن يكون عندك امطار على مدار 10 20 سنة، ولكن ممكن سنة او سنتين في النص يبقى عندك دروب، او عندك سنة فيها انخفاض مائل. ولكن خمس دروبات حصلوا فعلا، صحيح. ولكن شايف الشكل العام بيقول لك ايه؟ ان انت ديت عندك فتره مطيره.